أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ذهبت في رمضان لأداء العمرة، وبعد أداء العمرة ذهبت إلى الحلاقين الموجودين بالقرب من الحرم، ومن ثم ضاعت نقودي ورجعت إلى السيارة لأخذ النقود، والسيارة كانت بعيدة عن الحرم، ولبست ملابسي وطاقيتي وشماغي ثم رجعت إلى الحلاقين ثم حلقت رأسي، هل علي فدية في ذلك؟ نعم عليك فدية في ذلك، لأنك لبست المخيط وغطيت الرأس قبل إكمال مناسك العمرة، فعليك الفدية عن الثياب التي لبستها وهي مخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة. إطعام 6 مساكين في مكة، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، وكذلك عن تغطية الرأس، لأن تغطية الرأس محظور آخر غير لبس الثياب، فأنت عملت محظورين: لبس المخيطات على الجسم وتغطية الرأس، فعليك فديتان على التخيير كما ذكرنا. نعم.